الآن اجتمع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بوزير التربية والتعليم طارق شوقي لمتابعة سير عملية تسليم أبحاث شهادات النقل، إضافة إلى الترتيبات الخاصة بعقد امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية. وقال وزير التربية والتعليم إن عملية تسليم الأبحاث المطلوبة من طلاب شهادات النقل تسير بانتظام، حيث يجري استلام 15 مليون بحث، مضيفا أن الوزارة تعمل حاليا على الانتهاء من الترتيبات والاستعدادات اللازمة لعقد امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، مؤكدا أن اللجان ستشهد ضوابط صحية مشددة وإجراءات احترازية لحماية الطلاب. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إصدار قرار بتخفيض الأحمال الكهربائية خلال فصل الصيف. وقام المركز بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والتي نفت صحة تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لإصدار قرار بتخفيض الأحمال الكهربائية خلال فصل الصيف، مشددة على توافر احتياطي كبير من إنتاج الكهرباء يكفي الاحتياجات الحالية والمستقبلية، مشيرة إلى نجاح الدولة في رفع كفاءة شبكات الكهرباء بكافة محافظات الجمهورية بما يسمح بتأمين احتياجات المواطنين من الكهرباء على مدار شهور السنة. شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كمتحدث رئيسي في ندوة عبر تقنية الفيديو كونفرنس نظمها المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة. وأوضحت السعيد أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد أحد القطاعات المتضررة من أزمة فيروس كورونا. وأكدت السعيد خلال الندوة أن الدولة تعمل على تشجيع كافة البرامج والمبادرات الداعمة لجهود تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التوسع في إقامة المجمعات الصناعية كثيفة العمالة. وفي هذا الإطار جهزت الحكومة 4500 وحدة صناعية مرفقة، منها 750 وحدة صناعية في العاشر من رمضان ومرغم والبحر الأحمر. أعلنت وزيرة الصحة هالة زايد تشغيل قسمين بمستشفى حميات العباسية الأسبوع المقبل بسعة 20 سريرا مخصصة لعزل مصابي فيروس كورونا، وذلك بعد الانتهاء من تطويرهما بتكلفة 3 ملايين جنيه. جاء ذلك خلال زيارة أجرتها وزيرة الصحة مساء أمس لمستشفى الحميات والصدر بالعباسية لمتابعة سير العمل والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، وذلك ضمن الزيارات الميدانية الدورية التي تقوم بها الوزارة لمستشفيات الصدر والحميات على مستوى الجمهورية. أعلنت السلطات الصحية الروسية تسجيل 10598 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية. وذكرت السلطات أنه تم تسجيل 113 وفاة لترتفع الحصيلة الإجمالية لعدد الوفيات إلى 2418 وفاة و 262,843 إصابة.